من خلال عملي بمجال التجارة الإلكترونية وتعليم المجال، لقد تعرفت على الكثير من الأشخاص، وقد لاحظت نسبة كبيرة منهم لديهم ميزات الخوف، وهذا طبيعي جدا لكل شخص يريد التقدم لمشروع جديد، ليس فقط بمجال التجارة الإلكترونية، يمكن ترميم بيته، يمكن الزواج، يمكن فتح متجر معين. دائما سنشعر بالخوف وهذا طبيعي جدا. أنا شخصيا انتابني الشعور بالخوف عندما بدأت مشروعي الخاص بمجال التجارة الإلكترونية، وبدأت أسأل نفسي هل هذا سينجح؟ كم سيكلفني هذا المشروع؟ ماذا سيحصل لو فشلت؟ كم من الوقت أو الجهد علي أن أبذل لنجاحي في مشروعي؟ أو كيف سأتعلم جميع هذه المعلومات عن هذا المجال؟ وأخرى وأخرى تساؤلات. والنقطة التي أريد أن أصل إليها هي أننا جميعا سنشعر بالخوف، والشيء الوحيد الذي سيقرر ما إذا سننجح أو سنفشل هو كيفية السيطرة على هذا الخوف، لأن الشعور بالخوف سيبقى دائما داخلنا عندما نبدأ بشيء جديد. هكذا الإنسان خلق وهكذا عقلنا يعمل، إنه دائما يفكر في أسوأ الحالات التي يمكن أن تحصل، وهذا يشعر الكثير من الأشخاص بالرعبة. فالأشخاص التي هي حقا ناجحة تقاوم هذه المخاوف وتواجهها. وإحدى الطرق التي أنصحكم استعمالها للتغلب على مخاوفكم هي محاولة تغيير تفكيركم. ليس دائما علينا الاستماع للصوت الذي في داخلنا. أيضا أنصحكم دائما التفكير والتحدث بالإيجابية لنفسكم خلال عملكم أو عندما تكونوا لوحدكم. هذا سيساعدكم كثيرا وسيمنحكم الثقة النفسية، وعندما تحصلوا على ثقة نفسية عالية لا يمكن لأي شخص أن يأخذه هذا منكم. هذه هي طريقة الخاصة التي اخترتها للتغلب على مخاوفي واكتساب الثقة النفسية الكافية. أتمنى أنني نجحت من خلال هذا الفيديو مساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ولكل شخص يوجد مشكلة معينة أرجو كتابتها بالتعليقات وسأحاول المساعدة قدر الإمكان. أكاديمية كامبوس تعلن كل أسبوع فيديوهات متعلقة بربح المال في مجال التجارة الإلكترونية، لذا لا تنسوا الضغط على سبسكرايب والاشتراك بقناتنا. أيضا لا تنسى الضغط لايك على الفيديو إذا أعجبك. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم والتغلب على مخاوفكم، وسأراكم قريباً.